استني يا اختي راحه فين؟ استني عندك يا حبيبتي، استني يا حبيبتي. بالراحه بالراحه يا اللي بتخبى. مشويش مشويش. الاقي عندك علبه سجاير فرد. يا مرحب يا مرحب يا ابن القمر، فواكه عندها كل حاجه. يا اهلا. مرحب بيك يا ست الكل. اتفضل اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ تعالوا يا بنات اتفرجوا، تعالوا تعالوا افرجكم، تعالوا. ايه ده؟ هو في رجاله حلوه كده؟ ده انت زي القمر يا واد. انا مش واد يا ست البنات، بس كله من زوجي. زوجها؟ زوجها ايه بس؟ انت من الارض ولا من السماء؟ من سوهاج. وسوهاج تهبل كده؟ ابوك شكله ايه؟ اه لا شفتيه. امك شكلها يا امك؟ كانوا بياكلوك وانت صغير يا صغير. مخروطه. هو في ايه؟ في ايه؟ والله العظيم ثلاثه، ما انا مدخله راجل تاني في البيت ده طول ما انت فيه. لا لا لا، ده هي ساعة زمن واتكل على الله. تتكل على الله فين يا حبيبي؟ انسى، انا كنت فاكراك زبون جاي تاخد وجبك وتمشي، انما يا حبيبي بعد اللي انا شفته ده ما تتسابش. يعني ايه يا ست الكل؟ يعني مش هتطلع من هنا. مش هطلع كيه؟ اللي انت عايزه هيحصل. عايزني انا؟ ماشي. عايز واحدة من البنات دي وانا برضو؟ ماشي، اللي تؤمر بيه يا قمر. لا ما انت مش فاهمة، انا بتاع حظ وضحكة وبس، لكن حرام. لا حرام ايه؟ حرام ايه؟ حرام عليك. في ايه يا بنت الناس بس؟ ست الكل يا قمر يا ست الستات، اعتقيني لوجه الله. يا تعمل اللي في دماغي وتقوم تجلع وتعمل حسابك انك هنا على طول، يا تنسى خالص. بقول لك ايه؟ ما تطلعيش عفاريتك، انت مش حمل كف. اختشي. بموت فيك. تلاتة بالله العظيم، لما قمت فتحت الباب اللي بره ده دلوقتي لفرغ التبندة دي في راسك. هدي هدي يا باشا، خلاص اطلع. طب ساعة واحدة بس، اتفرج على رأس البنات وامشي. ساعة واحدة بس، ماشي. خلاص اتفقنا. بنتي اعتماد. يا نعم. فرجيه على الرمان والكمترة وهز الشجر. من عيني. يا مسود عايجه سرجتني، الحقوني. الست فرحه بنت زينب العايجه سرجتني. ندى سيركتي، حرام عليك. ايه صوتك جاي باخر البلد؟ في ايه؟ الحراميه بنت الحراميه جايه تسرقنا في بيتنا. الله يخرب بيت حسي. في ايه كامل؟ ما فيش يا حاج، فرحه كانت هتساعدنا في البيت ومندى قالت انها سرقت المشخله. مطلع المشخله من هدومها قدامك ولا لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما شفتها. يا مبهتنا يا كدابة، دي اللي مأمنها على بنت بنتي بكرة تسرق البنت وتبيعها. وريني وريني. هي دي المشخلعة بتاعتك يا مناندة؟ أيوة. حتى اسأل كاملة صح مشخلعتها، بس خدتها ميتها ما شفتش. خد يا بنت المشخلعة دي، انت خدمتينا كتير وببلاش. اعتبري المشاكل عادية، ربع مكافأة من عمتك من الدهر عشان شايلة لها بنت بنتها. ايه
حاج؟ حتسرق وتهديها؟ اقطع الكلام. فرحة فرحة استني يا بنت. يا مرة يا بارت، تفتكري تخيل علي حركة بايخة زي دي؟ فرحة عتيجي عشان تقوى يا محلولين يا عجزة. المشاخلة عادي سرقت كم مرة قبل كده؟ أفكرك؟ مرة سرقتها كاملة. أيوة صح، زمان اتهمتني فيها. أها، ومرة أمه كامل، ومرة أمه مرعي الله يرحمها. حتى أختي توحيد زمان قلت عليها حرامية. ويعلم ربنا إن إيد فرحة أنضف من قلبك يا مندها. عارفة طلقتك ليه؟ عشان قلبك أسود ونفسك عتاكل فيك لحد ما تجيب أجلك، وعشان بتبص لدي ولدي، دي أحلى مني، دي أغنى مني، دي أصغر مني، شهري بحاله يا مندها. أطلع وأنزل ما أشوفش وشك ولا صنية وأكل تجيني من عندك، مفهوم؟ حماد مرجع فين من امبارح؟ نايم كل ده؟ حد ينام يومين؟ يعني اطلع اجيبه من عند امه؟ ده ما جاش من امبارح يا حاج. ما جاش منين؟ يعني ما بقتش في البيت؟ جديده دي؟ نار فين؟ كان مع السواق حسان وخلى حسان يعاود وقال له تجيلي بعد 4 ساعات. حسان رجع له واستناه. استناه لحد الصبح، افتكر ورجع. كلام ايه الفارغ ده؟ كم نمرته؟ كم؟ دي رنة ابوي، الله يخرب بيتك. قول كده بقى، ده الجمال ده وراسه عندكم. معلش يا حاج، هقفل في وشك. يا مدبوبة يا بنت المجنونة. ها؟ مش عايز تاكل؟ والله العظيم انت ما عارفه اللي هيجرالك. طلعينا احسن لك. ما انت مالكش في الحرام. ابعت يا اخويا بقى اجيب لك مأذون. طلعيني وانا اشوف حكايه المأذون دي. مأذون؟ الحقوا مأذون ايه يا ابو مأذون ده؟ الو. ايوه. عايزة ايه يا مندة؟ ولدي راح فين يا محمد؟ ولدك صايع وربايتك بانت عليه. حرام عليك، لو كان عيل تاني غير حمد كنت دورت عليه. طول عمرك ظالم، قعدت على البحر 3 ايام مستني مرعي، وولدي هتسيبه يضيع يا ظالم. الو. ايوه. عايزة ايه يا مندة؟ ولدي راح فين يا محمد؟ ولدك صايع وربايتك بانت عليه. حرام عليك، لو كان عيل تاني غير حمد كنت دورت عليه. طول عمرك ظالم، قعدت على البحر 3 ايام مستني مرعي، وولدي هتسيبه يضيع يا ظالم. رايحة فين بس يا مندة؟ اعجل الرجالة، ما حدش غريب يا كاملة. يكون راح فين؟ يكونوا ردوا حركة المأمور يا حاج. يكونوا راح مع صاحبه الصايع. يمكن أبو ذكري. ولدي فين يا محمد؟ قلت لك مش عايز أشوف وشك. عايز أعرف ليه كارهني وكاره ولدي؟ خد مرت أبوك من وشي يا خيري قبل ما أعمل جناية.